خير الله يا خير الله التلفاح. ها هو الوحيد اللي صار نوع من الزعل شوية، لأن جاء زار البزاز في بيته، يعني هو من الأول يعني إحنا بيناتنا أكو تزاور أكيد يعني، فراد يفرج عن ابن أخته اللي هو الرئيس صدام حسين. أها أي بالطبع كان معتقل بالعراق أنذاك صدام. أي أي بالطبع كان موقوف. أي كان موقوف فجاوبها يعني، واني نقل لي قريبي كان حاضر قال لي دار الحوار بهالطريقة. نقل لي اياها قال لي ابا شلون والله راحت عن بالي. ايه طيب ليش ما اطلق سراح صدام حسين مع بقية ايه السجناء هي يعني؟ هاي هي هاي النقطة. ايه فليش ما هذا؟ لانه التهمة مالت تهمة جنائية وليس سياسية. شنو كانت التهمة؟ قاتل ابن عمه. اها هكذا يقال يعني ما نعرف. اي كان يفترض انه قاتل ابن عمه لانه شيوعي. وصاير خلاف وقال له هذا مو اني، قال لو كلمت الرئيس عبد السلام، عبد السلام قال لا هذا ياخذ مجراه اذا يتبرى يتبرى، يعني ما اراد ان يسوي مشكله بهذا. في ظل يعني للاسف هو اعتقد انه هذا لازم يدفع ثمن البزاز لهذا الموقف يعني. فهذا اللي صار يعني. وتولى رئاسة الوزراء خلينا نقول. لا بالبداية مو لن يتولى، اللي صار رئيس الوزراء عارف عبد الرزاق. والبزاز؟ البزاز نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير النفط. اها. ثلاث وزارات. اها. ايه.